إخواني أبناء بني صخر القبيلة الأردنية العربية الأصيلة، الله يمسيكم بالخير. لما تكون بخير احنا بخير. كثير من الموجودين خدموا الوطن، وبقدر إخلاصهم وحبهم للوطن ورسالته. واحنا لانه بنعرف انتم قديش بتحبوا بلدكم، وبنعرف كيف كل وحده فيكم ساهمت وقدمت لمجتمعها ولوطنها، واحنا كثير مقدرين هذا العطاء. الاردن تجاوز ظروف ومراحل صعبه بهمه شعب. الاردن وطن النخوه والكرامه، ومعروف عنا إن دائماً مع الحق في الدفاع عن حقوق الأشقاء والوقوف معهم بظروف الصعبة. تحياتي ومحبتي لكل الأهل والعزوة من أبناء بني صخر، والسلام عليكم ورحمة الله. خير.